للأسف بعض الممارسات الخاطئة اللي أدت لاحتراق النباتات حتى. فمش عايزك توصل لكده، أنا عايزك تاخد بالك جدا. الفترة عدت الحمد لله عند بعض الناس وفي ناس اتأثرت بيها. الإجهاد الحراري بيأثر بنسبة كبيرة جدا على الذرة في حالة الممارسات الزراعية الخاطئة بالتزامن مع عملية ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد الحراري. على سبيل المثال أنا دلوقتي عندي النباتات بتاعي بتطرد، بتدي حبة اللقاح وبتدي النورة المذكرة والتسل أو والنورة المؤنثة أو اللي هي الشرابة الموجودة على الكوز. هنا بيحصل عملية الإيه؟ التلقيح، إن حبوب اللقاح بتنزل على النورة المؤنثة ويبدأ العقد والتلقيح. فالقصة دي هي أخطر مرحلة في النبات، وهي دي اللي بيعتمد عليها محصولنا. زي الصورة اللي موجودة دلوقتي مثلا اللي فاتت، أيوة ده إجهاد حراري عالي جدا نتيجة رش برضو عنصر سمادي أو مبيد، بجانب إن درجة الحرارة عالية جدا فأدت لاحتراق أوراق الذرة، وبالتالي هيتقزم الذرة خلاص ما عادش البناء الضوئي بتاعه بيتم بوجه سليم. فالذرة هيتجه لأن هو إيه؟ هينهي دورة حياته عشان يحافظ على نوعه، وده حاجة شفرة ربنا حطها فيه. فهيقوم جاي ملخص بقى بالبلدي كده كل العمليات بتاعته في إن هو يكون كوز اللي يلحق يكونه ويطلع سنة عجوزة، ويطلع سنة عجوزة لأن حبوب اللقاح اتحرقت وهي نازلة على النورة المؤنثة ما حصلش عقد، فتلاقي حباية هنا وحباية هنا وكوز منطور حبوب مش كامل الرص، فده طبعا خسارة كبيرة جدا في الإنتاج. فأنا بقول لك أول ما تحصل أزمة زي اللي فاتت خلال الأسبوعين اللي فاتوا وأنت حضرتك لسه قبل الطرد، لازم ترش مجموعة مواد. المواد دي بتخلي الذرة يساعده على إن هو يتحمل الإجهاد الحراري، الكالسيوم بورون، البورون عنصر البورون منجنيز، تزود شوية في المغنيسيوم، البوتاسيوم ضروري جدا تحط دفعة بوتاسيوم مائي بالذات في الأرض الصحراوية أو تحت نظمة الري والتنقيط أو الرش. ده مهم جدا لأن هو ده بيخلي النبات يواجه الخلل اللي بيحصل نتيجة الإجهاد الحراري عليه، ودي حاجة أو خطوة من الخطوات الأساسية والمهمة جدا حتى في أنظمة الري أو الزراعة اللي هي في الأراضي الجديدة، خطوة أساسية جدا لمجابهة التأثر بالمناخ. وفي ناس نفذت هذا الكلام كانت نتائجه جميلة جدا، إن عدت الفترة اللي فاتت ديت والنباتات قائمة، البصة تخينة، الاستطالة كويسة، العقد كويس جدا، وده لأنه خد باله إن لازم الإجراء ده يتم. فأنا بوصي المزارعين كلهم إن هم يهتموا جدا بالذات قبل مرحلة الطرد بالحكاية ديت. ثاني حاجة تنظيم الري، ما ترويش في الشمس خالص، ما ترويش الظهرية نهائي، اروي مغربية أو الصبح بدري الفجر حتى، لأن ده هيؤدي لأن النبات الجذور ما بتسخن جدا على الجذور، الجذور بتتأثر، الجذور تتعرض لأنها ما تعديش وظيفتها، النباتات تسرول، تبتدي النباتات يعني إيه يحصل فيها نوع من التأثر. ده يعني خطيرة جدا الخطوة ديت، وقد تصل إلى الرقاد أحيانا، بس هو الصنف اللي عندنا الحمد لله كلها ما فيش فيها رقاد يعني. فالإجهاد الحراري مهم جدا لأنك تعظم إنتاجك. أنت بتنتج سلاج، لو الذرة اتحرق بالشكل ده أنت مش هتقدر تبيع سلاج، هتاخد سعر قليل فيه والكوز بتاعك هيبقى سنة عجوزة، يبقى أنت كده خسرت من ناحيتين.